محمولاً على نعش الوداع، ترجل حكيم السياسة السوداني صادق المهدي عن الدنيا لتتوشح البلاد بحزن رسمي وشعبي. الزعيم السياسي الذي تذوب عنده خلافات الساسة ومكونات حكمهم عسكرية كانت أم مدنية، فالكل حضر موقعاً على دفتر الغياب. أم درمان مدينة التاريخ النضالي الذي قاده جد الصادق الإمام محمد أحمد المهدي، فجعت شوارعها وحواريها بغياب فارسها. هذا الرجل يتمتع بقدر من الحميمية والدفء أنا ما شفته في زول. الرجل خالص الوطنية الذي بنى السودان عليه كثيرا في الحفاظ على وحدته وتماسكه. المهدي يضع بغيابه حزب الأمة في وضع صعب بعد بروز السؤال العسير حول خليفته، من سيخلف الإمام، أحد أبنائه أم سيقع الاختيار على واحد من نوابه الخمسة؟ النائب الأول للرئيس الحزب اللواء فضل الله برما ناصر هو الذي سيكون رئيس الحزب بالإنابة لحد ما يأتي المؤتمر العام فينتخب رئيسا للحزب. فلدينا إذن نحن مؤسسات سواء كان على مستوى كياننا الدعوي أو على مستوى كياننا السياسي، فهي التي ستدير الأوضاع وستتولى إدارة الأمر شأن الدعوي وشأن الوطني. الغياب الأبدي للإمام الصادق المهدي حتم ضرورة إيجاد شخصية توافقية بين دوائر الحزب. محمد عثمان، الحدث، الخرطوم.